الرستن 8/5/2012، سقوط قذائف مدفعية على مدينة الرستن أثناء جولة المراقبين الدوليين على هذه المدينة. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا جبان يا مجرم. سقوط قذائف على مدينة الرستن، الرستن 8/5/2012. آثار القصف المدفعي على مدينة الرستن. انتهاك لخطة إعلان لإطلاق النار، لوقف إطلاق النار. Thank you.